سمر، إذا بدنا نفوت بأعماق الإنسان وطبيعته، الإنسان بطبيعته هو كائن اجتماعي ما فيه يفصل حاله عن المجتمع، ولكن مو كل الأشخاص بيقدروا يكونوا أيضا مقبولين وناجحين اجتماعيا. أحيانا في كثير أشخاص بيعانوا من وجودهم مثلا بمكان عمل، هن بمكان هذا العمل ما عم يقدروا يتأقلموا مع الجماعة رغم أنه هن متواجدين بكافة الظروف معهم. هذا الشيء محبة، خلينا نقول المحيط، الاندماج بالمحيط، أغلبنا وكلنا بنطمح له ومندور عليه، وخاصة بين قوسين خلينا نقول المحبة، محبة الناس وتقبل الناس لإلنا. كيف فينا ننجح ونحب أنفسنا؟ كيف فينا ننجح بعلاقاتنا الاجتماعية؟ كيف فينا نكون قادرين على خلق جو من خلينا نقول الشفافية بالصدق التعامل؟ هدول المواضيع كلها رح نحكي عنها مع ضيفتنا الدائمة كيدا سلوى عرنوس. يسعد صباحك سلوى، واهلا وسهلا فيكي. اكيد نذكر انه حضرتك اخصائيه تنميه وتطوير مهارات. يسعد صباحك عن جديد. يسعد صباحك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي حبيبتي. بالبدايه خلينا نتعرف اكثر عن الشخص الناجح اجتماعيا، مين هو؟ الانسان الناجح اجتماعيا مثل ما تفضلت سلمى، الانسان كائن اجتماعي. الشخص اللي ناجح اجتماعيا هو شخص امتلك هالمفاتيح الهامة للحياة الاجتماعية، يعني كانت شخصيته متوازنة، كانت شخصيتنا من الداخل فيها هذا التوازن، ما فينا ننجح اجتماعيا. وأهم شيء بحث عن الأنماط السلبية للشخص اللي ماله اجتماعي، اللي هو دائما بيصير عنده تتشات مع الآخرين، مشاكل، بيقول لك ما عم يفهموا علي، جونا كتير سيء، جونا مشحون، ما بيقدر يتعامل مع الناس. لأنه في شغل، نحن لما عم نتعامل مع المجتمع اسمه مجتمع، فهو عدة فئات، ما هو نمط محدد من الأشخاص اللي نحن بيعجبونا أو ما بيعجبونا. في إنسان مثل ما قال سلم يكون بالشغل، هو ضمن عمل عنده خبرة عمل، عنده نجاح بشغله، بس ما عم يكون علاقات جيدة بالعمل، فهو عم يروح على الشغل منزعج وعم يرجع على البيت منزعج. ناجح بعمله هو كعمل كخبرة فيه، لكن كخبرة تعامل أو حياة اجتماعية ما عنده إياها، لهيك عم يكون شخص حساس، يزعل، يتضايق. فخلينا نقول أول شيء أنماط الشخص اللي ماله ناجح اجتماعيا، يعني الأنماط لازم نحن نبعد عنها. تمام. أول شخص، الشخص خلينا نقول المتدخل بالآخرين، يعني مثلا سواء بالعمل أو بعلاقاتنا الاجتماعية. قالت مثلا أنه اشتريت شغلة، ليش اشتريتيها؟ منين اشتريتيها؟ كيف خطر على بالك؟ أنت بالعادة هيك؟ فبيفوت الشخص مع إنسان آخر كأنه محقق، فبيكون هو عم يقول لسه صباح الخير، ما بيلاقي حاله إلا عم يستجوب إجابات. فنحن هذا النمط ما بنحبه، ولما بنكون بعلاقة بدنا نطلع مثلا مشوار نتجنب هذا الشخص يكون معنا، لأنه نحن بنحس حالنا أنه قاعدين باستجواب مع هذا الشخص. صحيح. بيسأل شي دخلوا فيه وما دخلوا فيه. فأول شغلة بدنا نقول أنه الإنسان دائما يحترم خصوصية الآخر. احترامنا لخصوصية الآخر كتير بتساهم بالنجاح الاجتماعي. ما حدا فينا بحب الشخص اللي بيتدخل فيه، فمباشرة أنا بشغلي إنسان مبتسم، خلينا نقول أول شيء طاقتي إيجابية، مبتسم، ما اتدخل بغيري. ممكن أنا شفت مثلا زميلي بالعمل متضايقني، يقول له خير فيك شيء، فقال لي لا ما فيني، ما بقصر، ما بتدخل. هو ممكن بحاله منه حابب يعني، إلا إذا كان هو شخص كتير مقرب. صحيح. صديقة كتير، وأنا بالعادة فيني أسأله. صحيح. هذا سلوى يعني عم تحكي كلام 100%، ويمكن منصادفه سمر بحياتنا اليوميه دائما. نحن دائما منصادفه، ونقول نحن انه نحن ما بدنا نسال او نتدخل بحدا، ولا حدا بده يتدخل فينا، ولكن هذا ما بيمنع انه نكون حد بعض بمواقف معينه. احيانا سلوى بنضطر انه نتعامل مع هدول الاشخاص، بنكون بنحبهم كاشخاص، ولكن هن بطبعهم حشريين. ايه، واحيانا يمكن شو الطريقه اللي فينا نقول لهم انه لا تتدخلوا، لانه اذا قلنا لهم يا الدج بدهم يزعلوا. الشخص الناجح اجتماعيا بيعرف يتعامل مع كل الانماط. تمام. فهو بس يلتقى بهذا الشخص اللي كثير حشور، اول شغله هو شخص هادئ ما بنفعل، لانه اذا انا شخص عصبي وبنفعل فانا خسرت. فسالني اول سؤال جاوبته، سالني السؤال الثاني بيبتسم وبسال انا شغلة تانية اطلع عن الموضوع. تمام. ما حيجي اللي انا عم بسألك اوكي بنحكي،
لانه لما بده ينفعل هو معي، هو فات بمشكله بس ما حينفعل، حيرجع يحاول يسال سؤال ثاني، ححاول انا افتح سيره او امسك موبايلي احكي وكون مبتسمه بتجنبهم. انا ما في دائما، احنا ما فينا نغير الاخرين، فينا نغير انفسنا. اهم شيء انه الشخص المتدخل هن صنفين، الشخص اللي بيكون مثل المحقق كثير بدايه، والشخص الحشور بشيء بخصه وما بخصه كمان بدون ما يكون مستجوب بس حشور. يعني مثلا شافك عم تعملي شغله، شو عم تعملي؟ انا شو بدك؟ طلعتي حكيتي تليفون، انه شو التليفون اللي اجاك؟ او مع مين حكيتي؟ اوكي، فانتي بتحسي حالك انه شو في، شو المشكله؟ شو عم يصير معهم هدول الاشخاص؟ هدول نحن بتعامل معهم بطريقه التجاهل. انا بتجنب يكون عندي هذا النمط. النمط الثالث اللي هو كمان سيء اجتماعيا، هو الشخص اللي لما بيحكي بتأتئ. اي شخص بحديثه بتأتئ، انا ما فيني اتناقش معه او اتحدث معه، بيطول هيك، ما بستمتع بالحديث. الشخص اللي لما بيفتح سيره بيطول فيها تمام وبيعملها نغمه واحده، يعني ما في تلوين صوتي، فانت بتفصلي، ما بتعودي عم تسمعي. شخص عم يحكي لك سيره وبتطول القصه او بعيد نفس القصه تمام. كمان نحن كاشخاص ما بنحب النمط اللي بيضل بعيد نفس القصه. لا، في منهم بيضلوا كل اليوم على نفس القصه، يعني قد ما بتلاقي لهم حل انه ما بدهم حل، بدك تجاهل، بدهم يعيدوا القصه، يعني من غير حل ما بدهم يسمعوا. هن ما بدهم، برافو عليك، ما بدهم يسمعوا. هن اشخاص ما عندهم مهاره اجتماعيه، عندهم مهاره انه يحكي نفس السيره، ما انتبه على المشاكل اللي عنده. هي نقطه. في عنا الاشخاص اللي طول الوقت بس شكوى. هدول مش شو المشكله؟ المشكله انه هدول بيعطوا طاقه سلبيه، فهو طول ما له قاعد بيعمل شكوى. مثلا شافك انت مبتسمه، والله منيح قدرانه تضحكي بهالوقت ومثلا انه اعطيني طاقه، قدرانه تضحكي بهالوقت، شو ما عندك مشاكل انت؟ ما بتشوفي مشاكل؟ وبيفوت مثلا دغري بحياته، او مثلا بتقولي له مثلا بيكون وقت الواحد بده يروح ينبسط، بده يطلع، يعني يفرغ شوي من قصصه السلبيه وطاقته السلبيه، بده يطلع. بتلاقي اشخاص انه هلا مو وقت الطلعه تماما، يعني ليش هيك انت؟ مين عم يطلع؟ تمام، حسبتي طلعتك قد ايه بدها تكلف؟ عندهم تقنيه يعرفوا يزعلوا، حتى اذا طلعوا معك مثلا انت اخذتيهم على مطعم وانت مبسوطه والمكان حلو، مش بيشوفوا السلبيات بطريقه بيخلوكي تكرهي المكان. هدول الاشخاص اصحاب الشكوى اللي عندهم النظره السوداويه، واللي هن شو بدهم؟ هن بدهم تفوتي معهم بنفس المود، صحيح، تعاني معهم. فانا مباشره بس يبلش شكوى بقول له الحق معك، عن جد شيء صعب، عن جد عم تعطينا نصايح سلوى رهيبه. ايه، وبغير السيره، ايه الحق معك، ايه صح، ايه عم يحاكيكي تليفون، ايه الحق، بتعرفي عندي شغله هلا بحاكيكي وبسكر، ليه؟ انا ماني مستعده اسحب هالطاقه السلبيه، ولا بدي الا انت بطاقه سلبيه، لانه هي بتقولي لها انت بطاقه سلبيه، ما بتستوعب او ما بيستوعب. فهدول الاشخاص حياتهم هن اتخذوا سبيل انه يعيشوا هيك. نيجي كمان للاشخاص كمان النمط اللي لا يمكن نحن، هدول الانماط اللي نحن ما بدنا نكون مثلهم، يعني هدول الانماط ما بيكونوا ناجحين اجتماعيا. كيف ممكن ما نكون مثلهم، وكيف ممكن نتجنب الاشخاص اللي طاقتهم سلبيه ونكون ناجحين؟ بنصائح اخيره منك بالختام. هلا انا كل نمط عم اقول لك شو اللي نحن، اخر نمط اللي هو كمان نحن لازم نبعد عنه، هو الشخص اللي بدون سبب بيعطيني نصائح. انا ما سالته عن نصيحه، هذا هو بيتدخل مع نصيحه. وبيسألني شو صار بالنصيحة اللي هو نصحني إياها، يعني هذا الشخص بيتولى قيادتي بدون ما أنا أطلب منه. هذول الأشخاص كمان لا، حتى بينزعج إذا ما عملتي مثل ما حكى. تماما، لا، المفروض تعملي مثل ما حكى، إذا ما عملتي حينزعج. خلينا نقول الشخص الناجح اجتماعيا هو الشخص المبتسم، عنده طاقة إيجابية، بيتعامل مع الناس مثل ما قلنا بهدوء، وقت بيلتقى بهدول الأنماط ما بيسمح لهم إنهم يرفعوا طاقة سلبية عنده، ما بيعصب، بيتجنبهم قد ما فينا، بنتجنب هي النوعية. نحن بنقدم النصيحة إذا انطلبت مننا وبطريقة مختصرة، ونصيحة واحد مو اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ما بنحكي كثير عن حالنا، الأشخاص ما بدها تسمع بس انتصاراتنا. أكيد دائما نعطي طاقة إيجابية للآخر، يعني دائما أنا كل ما مريت بحدا أعطيه دائما دعم إيجابي. حلو، تمام. الدعم بالمساعدة،
الدعم العاطفي تماما، المساندة خلينا نقول. يعني أنا ماني أنا وسمر حابين نحكي لسه ونتوسع عن طبعاً. هذا الموضوع كثير كبير، موضوع بحر، ولكن وقتنا خلص. وبدنا نقول أيضا سلوى يمكن هذه المعلومات كثير فتينا فيها، ويمكن المشاهدين استفادوا منها، وخاصة خلينا نقول أنه نبعد عن هدول الأشخاص اللي هن عم يسحبوا لنا الطاقة، لا وبيحطوا اللوم علينا، عندهم عملية إسقاط رهيبة بأنه أنت اللي طاقتك سلبية، لا أنت اللي أنت اللي طاقتك سلبية، أنا طاقتي إيجابية، وهو بضل يشكي وينعي، مانك شايفة الظروف، مانك شايفة الوضع، طبعاً. الراتب ما عم بكفي، هو إيجابي. على جميع الظروف يعني دائما بين عنده شيء يزعل منه. أكيد أي. خلينا نحن نبعد عن هدول الأشخاص، وأكيد نتشكرك، نتشكر وجودك معنا سلوى، وإن شاء الله بحلقات تانية بيكون لنا مواضيع تانية أكيد. بشكل أوسع. أكيد متشكرك، متشكر نصائحك القيمة، بنشوفك بحلقات قادمة، شكرا لك.